مضرب لقيت 15 امرأة على الأقل حتفهن إثر حادث تدافع في الصويرة غربي المغرب. وأفادت مصادر محلية أن التدافع وقع خلال توزيع مواد غذائية تحت إشراف أحد أبناء المنطقة. وأضافت المصادر أن عدد النساء اللائي توفدن على موقع عملية التوزيع فاق 1000. وقالت وزارة الداخلية أنه تم فتح تحقيق قضائي لكشف ملابسات الحادث، وأن العاهل المغربي أمر السلطات بتقديم الدعم ومساعدة عائلات الضحايا والمصابين.